وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. اهلا بيكم يا اصدقائي في موسوعة افتتاحيات الشطرنج، والفيديو ده مخصص دفاع فريدور. دفاع فريدور بيبدأ بعد النقلات E4 E5 نايت F3، وهنا الاسود بيلعب D6. النقلة دي نقلة صلبة لكنها في منتهى السلبية، وبتؤدي الى دور مزدحم ومتقلص. الاسود بيلعب النقلة دي بديل للنقلة نايت C6 اللي احنا شفنا ان هي بتؤدي الى افتتاحات زي الراي لوبز او دفاع الفرسين او طابق الاربع افراس اللي احنا شفناه. ولكن بدلا من كل ده الاسود حط البيضة على مربع D6. بالطبع انا ما انصحكش بانك تلعب هذه النقلة لانها نقلة سلبية، ولازم نلعب نقلات ايجابية ونخش في خطوط شرسة. ولكن اذا كنت بتلعب بالابيض ومتبني نقلة E4 في بداية الدور، فلابد انك تكون تعرف ايه اللي تعمله لما تواجه نقلة D6 في دفاع فريدور. ولذلك يجب ان تعرف الخطوط والافكار العامة لكيفية مهاجمة هذه النقلة. هنتكلم على دفاع فريدور من وجهة نظر الاسود، وبعد كده هنقول ايه اللي علينا ان احنا نعمله لو بنلعب بالابيض، وهنشوف خاصة بعض الخدع والافخاخ اللي ممكن ان يقوم بها الابيض امام دفاع فريدور. الابيض هنا له خطين رئيسيين، الاول انه يلعب G4 وحنشوف فيه بعض التفريعات، والخط الثاني واللي بيفضله الكثيرين لسهولة التعامل معاه وهو بيشوب C4. هنبدأ بالخط الرئيسي الاول D4، وهو الخط الاقوى بالنسبة للابيض، والاسود هنا له القليل من الاختيارات المختلفة. اولا ممكن ياخد على مربع D4، وبكده بيتخلى عن السيطرة على الوسط اللي كان بيراقبه ببيضة E5، والأبيض بيعاود الأخذ بالحصان. وهنا بيلعب الأسود نايت F6، ودي نقلة التعبئة، وبيهاجم في نفس الوقت بيضة E4، والأبيض بيدافع عن البيضة بلعب التعبئة أيضا وهي نايت C3. وهنا زي ما قلت الأسود هيعاني من السلبية، فأفضل نقلة له إن يلعب بيشوب E7 ويبيت في جناح الملك، ويحاول ان يوصل لاي لعب مضاد. نرجع مرة اخرى الى هذا الموقف ونقول ان الاسود مش مضطر ان ياخد على مربع D4، انها ممكن ان هو يخش في تفريع اسمه هان هام اللي بيبدأه بلعب النايت F6 وبيهاجم مرة اخرى بيضة E4، والابيض بيرد بنايت C3 بيدافع عن البيضة. ودلوقتي الاسود بيلعب نايت BD7 علشان يدعم البيضة على E5، وكذلك بيدعم حصانه اللي على F6، والابيض بيكمل ببيشوب C4 علشان يضع ضغط على المربع الضعيف F7. وهنا الاسود بيرد ببيشوب E7 وبيستعد للتبييت في جناح الملك. ودلوقتي لو الابيض لعب نايت G5 وبيهدد ان ياخد على F7، الاسود بيستطيع ان هو يدافع بالتبييت في جناح الملك، والرخ بتحمي البيضة وكل شيء على ما يرام. ولكن التفريع ده من الواضح ان سلبي جدا بالنسبة للاسود، والاسود بدل من لعب حصانه فورا الى مربع F6 يستطيع ان يحط حصانه على مربع D7، والابيض بيرد ببيشوب C4، والاسود هنا له العديد من الاختيارات. ولكن اذا لعب نايت F6 هيقابله الابيض بالرد القوي نايت G5 وعاوز ياخد على مربع F7. وقبل كده كنا بنشوف ان الاسود بيستطيع التبييت فورا، والرخ هيدافع عن مربع F7 وهيكون كل شيء على ما يرام، ولكن الان لا يستطيع لوجود الفيل على مربع F8، وعشان كده الاسود ما يقدرش يواصل بلعب النايت F6، وممكن ان هو يلعب فيله الى مربع E7. وهنا الاسود ممكن يتعرض لفقد مادة، لان بعد D takes E5 النقلة الصحيحة هي الاخذ بالحصان نايت takes E5،
إنما إذا الأسود ما خدش بالحصان وأخذ بالبيلق، الأبيض بيلعب كوين دي 5، ودي نقلة قوية جدا للأبيض، بيهدد مات على مربع اف 7، ومن الصعب على الأسود التعامل مع هذه النقلة. ولذلك لابد للأسود إن ياخد بالحصان، وبعد ما عوض الأبيض الأخذ بالحصان هنا بياخد الأسود بالبيلق، والأبيض هنا بيرد بكوين اتش 5 بهجوم قوي، مش بس على المربع اف 7 ولكن ايضا بيهدد البيضه اللي على الاي 5. اذا الاختيار ده لا يناسب الاسود. ممكن الاسود ان هو يحاول ان يلعب بطريقه شرسه ويلعب اف 5 اللي بنسميه جمبيت فيليدور، والابيض بيرد هنا ببيشوب سي 4. وبالطبع هناك العديد من النقلات والتفريعات اللي بيلعبها الأبيض أمام جمبيت فيليدور، والأبيض ما بيخافش أبدا من إن هو يقع في فخ أو ما شابه، ولكن الأبيض دايما بيخرج من جميع التفريعات منتصرا. ولكن أنا ذكرت ده علشان إذا كنت هتواصل بالنقلة دي 4 ربما يرد الأسود بإف 5 كنوع من أنواع المفاجأة. الخط التاني واللي أعتقد إن هو أسهل جدا في لعبه وهنتكلم عنه كثيرا، هو ان الابيض بيلعب بيشوب سي 4 وبيهاجم مباشرة نقطة ضعف الاسود اللي هي على الاف 7، والنقطة دي ضعيفة لانه منذ بداية الدور لا يحميها غير الملك، ويمكن هذا الوضع يتغير بعد ما يتم تبييت الملك وتعبئة القطعة الاخرى، ولكن في بداية الدور بتعاني هذه النقطة من الضعف الشديد. اذا الاسود له القليل من الاختيارات هنا، ويجب ان تتأكد من انك تعرفها اذا كنت ستعتمد هذا التفريع. الاختيار الاول اللي ممكن نشوفه هو ان الاسود بيرد بنايت اف 6، والابيض لما بيشوف الحصان على المربع اف 6 فلابد ان تكون النقلة الاولى اللي يفكر فيها هي نايت جي 5 اللي بتحط مرة اخرى الكثير من الضغط على البيضة اف 7. والاسود هنا كمان ما يقدرش ياخد بيضه الاي 4 لان الابيض حميه بالحصان، ولكن على اي حال الابيض بيهاجم بيضه الاف 7، ودي هتكون نقله جيده جدا بالنسبه للابيض. وتعالى نرجع لهذا الموقف مره اخرى ونشوف نقله تانيه، وهي نايت سي 6، والابيض كل اللي عليه ان هو يرد بنايت سي 3. واذا كنت شاهدت فيديو فخ ليجال اللي نشرته ضمن مجموعة خدع وأفخاخ الشطرنج على هذه القناة، يمكنك أن تعود له في النقلة دي نقلة تحضيرية لهذا الفخ. على أي حال الأسود ملوش اختيارات كثيرة في هذا الموقف، وممكن إن هو يستمر في التعبئة بلعب بيشوب جي 4 ويربط حصان اف 3 على الوزير، والأبيض هنا بيلعب اتش 3 بيطلب الفيل، وفي كثير من الأحيان الفيل بيتراجع إلى مربع اتش 5، فهو مش عاوز يكسر فيله أمام حصان اف 3 لأن هذا التكسير هيستفيد منه الأبيض بفتح الدور لصالحه، وبيستفيد من ميزة ملكيته لزوج الأفيال. ولذلك الأسود بيفضل التراجع إلى المربع اتش 5، ولكن هنا يبقى وقع في فخ ليجال لأن الأبيض بيرد بالنقلة نايت تيكس اي 5، ودي أحد أشكال فخ ليجال. الأبيض فتح الطريق للفيل عشان ياخد الوزير، وبعد بيشوب تيكس دي 1 الأسود هيتلقى المات لأن الأبيض هيلعب بيشوب تيكس اف 7 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج اي 7، وهنا بيلعب نايت دي 5 تشيك ميت. ولكن على أي حال حتى لو الأسود ما وقعش في فخ ليجال، أو حتى لو كنت ما تعرفش هذا الفخ، فإن الأبيض هيكون له الدور الأفضل دائما، لأن الأبيض عنده العديد من الخطوط الهجومية، وده عكس الكثير من الأفخاخ اللي لو الخصم وقعش في الفخ ممكن اللاعب يتعرض لانهيار في موقفه. ولكن على أي حال لقد وصلنا إلى فخ ليجال بعد ما لعب الأبيض الحصان إلى السي 3 ورد الأسود بحصانه إلى السي 6. ولكن إذا لم يعبئ الأسود فيله إلى مربع الجي 4، فالأبيض يقدر إن هو يواصل بالتبييت في جناح الملك، وفي الوقت المناسب بيلعب جي 4 وبيبدأ في هجوم مضاد لأنه بيسيطر على الوسط،
وبيفتح طريق لتعبئة فيه المربعات السوداء، وبعد كده الأبيض هيربط بين الرخين وهيكون له دور صلب للغاية. في نقلة أخرى ممكن الأسود يلعبها، وهي إنه يحط فيله على المربع E7، وأفضل رد للأبيض هنا هو نايت C3، والأسود بيرد بنايت F6، وهنا يقدر الأبيض يبيت في جناح الملك، وده ربما تفريع أكثر أمانا بالنسبة للأسود. ولكن كده أنت عرفت الردود الصحيحة إذا لعب الأسود نايت F6 أو إذا لعب نايت C6، وكذلك إمكانية وقوع الأسود في فخ ليجال. وربما تكون النقلة بيشوب C4 هي النقلة اللي أنت هتعتمدها أمام دفاع فريدور، علشان من السهل التعامل معاها، فهي بتعبق قطعة وبتسيطر على الوسط وكمان بتهاجم مربع ضعيف. على أي حال أنا قدمت لك دفاع فريدور من وجهة نظر الأبيض، وما ننصحش اللاعب الأسود باستخدامه، ولكن يجب أن يكون اللاعب على معرفة به حتى لا يفاجأ به على الرقعة. ودلوقتي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.